أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 22 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة مستر خالد عبد الهادي واللي هيشرح لنا تشابتر 4 من القصة، ونستكمل مع بعض الإثارة والتشويق مع مستر خالد. أهلا بك يا مستر خالد. أهلا بك مستر أحمد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مستر، صباح الخير مستر خالد. صباح الخير. صباح الخير لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، وأنا عن نفسي بحب القصة. يلا وشابتر 4 ونشوف مستر خالد هيقول لنا عليها النهاردة. تمام. First of all, I'm very happy to be with you, Mr. Ahmed, Dr. Fadian. Thanks. I hope our students enjoy our episode today. It will be very interesting, inshallah. We hope so. طيب. Let's start. تفضل. Let's start. النهارده ان شاء الله عاوزين نتكلم ونكمل مسيره القصه بتاعتنا. انتوا عارفين قصه ذا بريزنر اوف زندا، اخر سنه ليها السنه دي، يعني انت حاجه هتستمتع بيها جدا، تضمن درجاتها، تركز معانا، ما تفوتش ولا حلقه من حلقاتنا. بنجيب لك هنا خيره المدرسين اللي بيبذلوا مجهود جامد كانه جاي بيشرح لك في البيت. مش عاوز كمان انسى الكتاب بتاع مدرس على الهوا، مش عاوزك تنساه خالص، مهم جدا بالنسبه لك. هيلم كوليكشن رائع من الكويستشنز اللي فيري امبورتنت، سو امبورتنت، لا يخلو منها امتحان، مهم جدا بالنسبه لك وهيرفع مستواك، وان شاء الله هيضمن لك ال 50 درجه لو ركزت معانا وكملت مجهودك بالاكسرسايزز والبراكتس في الكتاب بتاعنا ان شاء الله. Today we are going to explain chapter 4. It's a very important chapter، مهم جدا بالنسبه لنا. You know the last episode was about chapter 3. آخر حلقة كانت على chapter 3. هنحاول كده الأول قبل ما نبدأ نفتكر كده مع بعض the main points، بعض النقاط الرئيسية، أو ممكن نقول the summary، أو ممكن نقول so important lines، خطوط كده مهمة محتاجين إن إحنا نفتكرها عشان نكمل أحداثنا ونعمل بينهم a connection. النهاردة لو بصينا كده في picture number 1، في الصورة رقم 1، بنفتكر قوي the journey of Rosendal، الرحله بتاعت رودولف راسندل اول ما وصل لروتينيا، وبعد كده بدا يقابل the king of روتينيا، ملك روتينيا اللي هو رودولف الفبرغ. رودولف الفبرغ طبعا كان واضح the similarity between them، التشابه بينهم، وده راجع طبعا لان راسندل his counts Emilia or his grandmother was married one of the الفبرغ، كان تزوجت من واحد من عيله الالفبرغ، فهنلاقي وجه التشابه بينهم هنا بينه وبين الملك. طبعا راسندل فوجئ بالتشابه دوت، وبعد كده بعد اللقاء ده ما تم، الملك كان جينيروس، وفي اسئله بتجيلنا كريتيكال ثينكينج، اسئله نقديه، هاو واز ذا كينج جينيروس، ازاي الملك كان كريم. يس هي انفايتد راسندل تو هاف دينر وذ هيم، تمام، ذاكرين هو عزم راسندل انه يتعشى معاه، رغم ان راسندل كان خلاص خد قراره انه يمشي، وسبت وفريدز كانوا رافضين ان هو اتند ذا كورنيشن بيكوز اوف ذا سيميلاريتي، بسبب التشابه. ولو قلنا رافضين ليه؟ بيكوز اوف ذا مير بي بروبلمز، احتمال يبقى في مشاكل ان حد يبقى شبه الملك. بالظبط. راح وقعدوا اند انجويد ذا ميل، واستمتعوا بالوجبه في الهانتنج لودج. الهانتنج لودج ده اللي هو تابع لمين؟ لدوك مايكل اللي هو ذا هاف براذر اوف ذا كينج، الاخ غير شقيق للملك. بعد ما كانوا كان في خادم هنا اسمه جوزيف. هل جوزيف دوت كان لويال تو ذا كينج، وافي للملك؟ اه طبعا وافي للملك. ازاي؟ ده اداله بويزنس كيك، كعكه مسمم. لا، هو قال له at the end of the meal دوك مايكل said I had to give you، I was to give you. دكتور مايكل مستر دوك مايكل قال انا مضطر ان اقدم لك، يعني انا مجبر اقدم لك الحاجه دي، I had to، I was to، اقدم لك ده في نهايه الوجبه. يعني حتى جمله بتوضح ان هو مش عاوز يقدمها له، يعني هو قال له نفس اللفظ ده، انا مضطر، اه I was to give you، انا مضطر اقدم لك ده في نهايه الوجبه. ففي خطوط كده عريضه بتلاحظ ان في ناس كتير حوالين الملك حاسين وعارفين ان دوك مايكل doesn't want only to be a duke، مش عاوز يبقى دوك بس، نفسه يبقى ملك. طبعا راسندل وهو قاعد مش قادر يلقط اي حاجه من الحاجات دي، ولا الملك واخد باله، ممكن سبت واخد باله، فريدز واخد باله، حتى ذا ان اونر صاحبه الفندق لما قالت له ما ينفعش يبقوا اصحاب، ليه ما ينفعش يبقوا اصحاب؟ قالت له I am sure that Duke Michael would like to be the king، انا عارفه ان دوك مايكل نفسه يبقى عايز يبقى الملك. حتى جورج صاحب راسندل لما قابله في باريس
هو وبيرترم الصحفي جورج قال دوك مايكل وود لايك تو بي ذا كينج، عاوز يبقى الملك. حتى الثاني قال له اي هير ذات هي از كليفر، قال له هي از اكستريملي كليفر، لا ده واعي قوي، ده عارف هو عاوز ايه. الناس كلها واخده ان بالها ان الملك ان جو مايكل طيب وان دوك مايكل طيب. هو اللي نفسه ياخد حقه، بس الملك مش واخد باله خالص. بعد ما قالوا والملك طبعا الكيكس ووز بويزون كان طبعا مسمم، وبعدين هي ايت هانجرلي كلب نهم كبير جدا منه، الملك هاز ريد فيس بقى وشه احمر، بريسين جيبلي بتنفس بصعوبه، ودوك مايكل طبعا كان متوقع ان ده يحصل. حتى في التكست الاصلي للقصه، احنا القصه اللي احنا بناخدها دي سمبليفايد مبسطه، يعني فيها 8 تشابتر بس، القصه الاصليه فيها 22 تشابترز 22 تشابتر. حتى في القصه الاصليه كانوا بيشربوا، الملك هنا شرب خمره ما كلش كيكس، خد بالك أقول للطلبه بتوعنا طبعا المعلومه ديت، لكن هنا هم عدلوا فيها شويه الحاجات لما تبقى موديفايد بيتعدل فيها. طبعا راسندل اتعرض عليه ساعتها انه يلعب دور الملك عن طريق سبت عشان ينقذ الملك من الموقف اللي هو فيه. فيجي مثلا سؤال يقول لي if you were راسندل would you accept to play the role of the king؟ لو انت مكان راسندل هتلعب دور الملك ده، طب do you think راسندل had a choice؟ تفتكر راسندل كان عنده اختيار ولا لا؟ هنا الاسئله بنسميها كريتيكال ثينكينج، وده النوع الجديد اللي بيجي لنا. الاول كان بيجي لك سافر فين؟ سافر روتينيا، ليه؟ عشان يحضر الكورنيشن، طب مش عارف ايه كذا، لكن دلوقتي عاوزك فاهم. واحنا النهارده بنتكلم في الحته دي، ان الطالب لو فاهم ومركز معانا ان شاء الله يقدر يجاوب اي نوع من الاسئله من النوعيه دي. هل تفتكر ان راسندل do you think that راسندل had a choice، كان عنده اختيار؟ ممكن واحد يقول yes he had a choice he could refuse and leave، يقدر يرفض ويمشي ما حدش يقدر يجبره. واحد تاني يقول no if I were him I would accept this was the only way to help the king، ده بقى عنده شهامة، لا لا أنا لو مكانه هقبل، دي الطريقة الوحيدة عشان أساعد بقى الملك. تمام، دي الأسئلة النقدية اللي بنقول عليها تحتمل الاثنين، وفي بعض الأسئلة النقدية بتبقى محسومة في إجاباتها برضو هنتعرض ليها واحنا ماشيين. راسندل بعد ما حصل كده لبس لبس الملك ومشي، وهو ماشي مع سبت، سبت أمر إنه يمشي من الأولد بارت، من الجزء القديم. في سؤال بيطرح نفسه هنا، مش سبت الأمر، مارشال ستراكنج الأمر، سوري مارشال قائد الجيش أمر قال let's go from here، حتى رازن قال له why، ليه؟ قال له it's better this way، أحسن إحنا نمشي من هنا. طب ليه مارشال ستراكنج عمل كده؟ بالنسبة لراسندل هو قال perhaps he is testing me، جايز يكون بيختبرني. لكن مارشال ستراكنج هو مش بيختبر ولا حاجة، هو راسندل بس كل ما يشوف حد شافه يفتكر إن هو هيعرفه، لكن هو مش هيعرفه ولا حاجة. أنا لو شفت مستر أحمد بيلعب دور الملك وماشي في موكب في إنجلترا، مجرد ما بص له أنا تعبيرات وشي هيتغير، إيه ده؟ الملك ده شبه صاحبي بالظبط. لكن مستر أحمد لما يشوفني أنا تعبيرات وشي متغيرة هيفتكر إن أنا عرفته، وده اللي حصل مع أنتوان دوموبان. So it is not logical. Is it logical that Antoine de Mauban could recognize that Rassendel is not the king، مش هو الملك اللي ماشي؟ لا طبعا، بس هو الآن هتعرفني هتزعق هتقولي إنه هو مش الملك، لكن ده مش هيحصل. حتى لما دخل وقابل لورد توفم السفير الإنجليزي برضو توقع إنه هو يعرفه، بس السفير we're having poor eyesight، نظره ضعيف، لكن برضو حتى لو نظره قوي هو برضو مش هيتعرفه، وإلا كانت برنسيس فيليريا عرفت، كانت أولى ما هي بنت عمه. لكن الوحيد اللي قدر يعرف هو ديوك مايكل، ديوك مايكل أخوه، ومحدش يقدر يتلخبط في أخوه حتى لو كان توأمه. بس في سؤال هنا بيطرح نفسه، ديوك مايكل could recognize that Rassendel was not the real king، ليه؟ طبعا هو سمم الملك وعارف أنه حصل له مشكلة. طب نمبر 2 سؤال بقى بيطرح نفسه، ديوك مايكل had a crippled tongue، لسانه crippled، crippled يعني رساله زي ما يكون اتشل، ازاي؟ انت رساله انسان شال ليه؟ طب ما قالش ليه مش قادر يتكلم؟ because if he said this is not the king، ده مش الملك، people would know، الناس هتعرف بالظبط هي كيدناب ذا كينج، ان هو خطف الملك او بويزن هيم او سممه. فطبعا مش قادر يقول، عارف انه مش هو، حتى قال له congratulations وبارك له كده وهو ايه متضايق angry، مش قادر يتكلم، and his face was pale، وشه كان شاحب. طبعا راسندل لما قرر يمشي لوحده هنا ممكن يجي سؤال يقول لي do you think that Rassendel was rash، متهور؟ ايوه بالظبط كده، لازم يبقى عارف معنى الكلمات دي، وعارف لو جاله سؤال هيرد يقول ايه.
مش السؤال التقليدي، عايز حد فاهم، ودي كل طريقه التعليم الجديده. هل تعتقد ان راسندل كان متهور؟ يس اوف كورس. نو كينج كان ووك الون وزاود جاردز. مفيش ملك بيمشي لوحده من حرس. ازاي؟ ما تحصلش باي دوله. ازاي يمشي لوحده؟ حتى راسندل قال بنفسه ان سبت ووز وورد، بعد كده انكشوس. انكشوس يعني فيري وورد. الله، طب ليه قلقان كده؟ حتى راسندل قال ايه؟ If I were killed, Sabta's position would be very difficult. أنا لو موت موقف صعب، سبت يبقى صعب جدا، هيجيب بديل لي منين وهيقول لي للناس؟ فالموضوع كان فيه خطورة. في راش. بالنسبة لفليفيا مش شايفة إن هو راش، راشنس خالص، مش شايفة إن هو في تهور ولا هو متهور. هو حابب إن هو يتعامل مع الطبقة دي. لا، ده ميني بيبول وود هاب ابريشيتد ذات. حتى في ناس هتقدر كده. ليه؟ لأن هنا بنقول موست بيبول، معظم الناس، لو عملنا زوم كده على الصورة هنلاقي إن معظم الناس اللي هي نمبر 2 بتحب دوك مايكل ومع اللي قالوا بيندكس رسومات، ايوه، بس في ناس واقفه بتضحك وناس واقفه بتعمل تشير هتاف، لكن المعظم متضايق. اوكي، بس في ناس قدرت كده وفي ناس حبت كده. وفي الشابتر بتاعنا النهارده راسندل هيكررها وهيمشي تاني. فدي الاسئله النقديه اللي لازم ناخد بالنا منها، اللي ممكن تحتمل الاثنين صح تبقى اللي كذا. في نفس الشابتر سبت خد راسندل ومشي معاه بسرعه ومشي وجه في الفورك. فورك يعني مفترق طرق. وراح واقف وقال له انا سامع ان في حد ورانا. طب ليه سبت وقف في مفترق الطرق؟ ليه ما وقفش في حته واستنى لما يعدوا وراح ماشي؟ هو وقف في مفترق طرق عشان لو دخلوا يمين يبقوا رايحين الهانتنج لوج، ولو دخلوا شمال يبقى رايحين الكاسل. هو عاوز يبقى رايحين فين؟ ما يروحش هو حته وهم يفاجئوه. فشافهم ومشي وراحوا الكاسل، فهو اتحرك الهانتنج لوج. خلص الشابتر بتاعنا على ان هم شابتر سي، ان هم لما وصلوا ولقوا ان الملك وسكت نابد اتخطف، ساعتها سبت قال له we should continue our game. ساعتها راسندل قال له do you want me to complete again, do you want me to come back to Strelsau again? قال له yes angrily. قال له ايوه طبعا لازم. هنبدأ بقى شابتر 4، خد بالك. ساعتها بقى راسندل قال له ايه؟ سبت it wasn't easy for me to escape. ما كانش سهل بالنسبه لي ان اهرب، وخرجنا انا وانت من سيكريت باسج، من ممر سري. مش سهل ان احنا هربنا. يو ار مات سابت اند ذا بلين از مادر. انت مجنون وخطتك مجنون اكتر منك، انت عاوز نرجع تاني ازاي؟ ساعتها سابت بص له كده اند بوت هيز هاند اون هيز شولدر، حط ايده على كتفه اند لوك ديبلي اون هيز ايز، وبص كده بتركيز قوي في عينه. تمام. وقال له اف يو ار ا مان يو كان سيرف ذا كينج. بص بقى انت لو هتبقى راجل بجد معانا بقى انت هتنقذ بقى الملك. ساعتها اول ما هو بص له كده قال له سابت but Duke Michael and his men know where the real king is. دوك مايكل ورجالته عارفين الملك الحقيقي فين. الاول احنا خطفناهم كده، اتفاجئ حد تاني جاي شبه اخوه مش عارف حاجه، بس هو عارف. قام بص له كده وقال له but we cannot they cannot say anything. ما يقدروش يقولوا حاجه. we have got them. احنا اللي سيطرنا عليهم. كان زي سي يقدروا يقولوا This is not the real king. ده مش الملك الحقيقي. We have kidnapped. احنا خطفنا الحقيقي. And killed his servant Joseph. وقتلنا الخادم بتاعه. يقدروا يقولوا كده؟ أكيد لا. قال له لا. سابت. But I'm still worried. أنا لسه قلقان. قال له ليه؟ قال له surely someone will recognize that I'm not the real king. في حد هيقول برضو ده مش الملك وهيعرفني. Princess Flavia was observant. كانت قوية الملاحظة قوي. وده سؤال جانا السنة اللي فاتت. لازم نعرف معاني الكلمات دي عشان الكلمات دي بتبقى كي ووردز. لو ما فهمتش معناها انا مش عارف اجاوب السؤال. السؤال كله متوقف على معنى كلمة. فبرنسس فلافيا واز اوبسيرفنت، كانت قوية الملاحظة. She has already said to me that you have changed. قالت لي بالفعل انت اتغيرت. قال له of course it's a risk. طبعا هي مخاطرة. I know. انا عارف. But we must have a king. In Rurutenia, in Strelsau. لازم يبقى معانا ملك. Or in 24 hours the city will belong to Duke Michael. وإلا في خلال 24 ساعة دوك مايكل يبقى الملك. ما عملناش حاجة. مظبوط. راسندل طبعا الآن مش عارف يعمل إيه. الموقف صعب وهو بطبعه شهم وجدع وعاوز يخدم الملك وحس إنه كده ما عملش حاجة. فبص ده كده قال له مايكل. قال له راسندل بيقول لسبت سبت it is very dangerous. صعب صعب ان احنا نرجع تاني. surely someone will know. اكيد حد هيعرف.
قال له اوف كورس اتس ريسك، هو خطر. راح راسل نفاجئه بسؤال كده، قال له وات اف ذا ريال كينج از ديد، طب لو الملك الحقيقي مات احنا هنعمل ايه؟ قال له نو وان كان تاتش هيم، محدش يقدر يلمسه، as long as you are in the capital with us، طول ما انت معانا في الايه في العاصمه. اصل دوك ماكل مش هيقتل اخوه، ولو قتله انت هتستمر في الحكم. بالظبط كده، دوك ماكل مش هيقتل اخوه عشان يخلي واحد غريب هو الملك. فقال له ما تقلقش، اي dont think they can kill him، ما اعتقدش انهم يقدروا يقتلوه، dont worry about the في الموضوع ده خالص. And if they will، ولو عملوا كده وهيعملوا كده، you shall sting a king forever، هخليك انا ملك على طول هنا. فدوك ماكل مش هيعملها، بس له كده مش عارف يقول ايه. سبت قال له راسندل ليتس جو ناو، يلا نمشي، اف وي ستي هير وي ويل بي كوت، احنا فاضلين ان احنا هنتمسك، احنا كمان هنتقتل، احنا لو كنا فضلنا قاعدين مع الملك كنا احنا كمان ممكن اتقتلنا زي جوزيف ما اتقتل. راح بس له كده قال له اوكي سبت اي ويل جو ويز يو، هروح معاك. قال له جود مان ليتس جو، يلا بينا نتحرك. وراح سبت سابه قال له اي ويل جيت ذا هورس، هجهز الحصينه. خرج من الهانتنج لودج، الهانتنج لودج عندنا في البيكتشر دي اللي هي نمبر 4 اكيد المخرج جايبها لك معاك طبعا، ده الهانتنج لودج. حالا ده الهانتنج لودج هنا، واضح ان في مين رود طريق رئيسي منه هنا، وكل الناس بتخش من الباب ده، بس هو اللي باب خلفي. تمام. فسبت خرج عشان يشوف الحصينه، عشان يشوف الحصينه اللي هيركبوها. بص هم كانوا حاطين الحصينه هنا كده، بص لقى ايه، في 4 من 4 رجاله جايين راكبين حصينه، and 4 or 5 و4 5 كمان جايين معاهم بس ماشيين وذا سبيد ومعاهم جروف. فراح داخل بسرعه كده، فساب راسن بيقول له وات هابن، ايه اللي حصل؟ رجعت بسرعه كده ليه؟ قال له لوك ات ذا ويندو، بص كده من الشباك. فبص شاف الناس جايه ومعاهم السبيد، قال له شورز ار كامينج تو هايد ذا ايفل ديد، ده جايين يخفوا الجريمه بتاعتهم. سابت وي ماست بي شور، لازم نتاكد يا سابت to join some of these men to Joseph. لازم نتأكد ان احنا نخلي حد منهم يلحق جوزيف، يعني لازم نقتل حد منهم، انتقام لجوزيف. ده كلام مين؟ راسندل لسبت. سبت بقى رده كان ايه؟ اوكي don't worry as a soldiers، انا بقى كجندي I will show you what to do، انا اقول لك تعمل ايه. do as I said، اعمل زي ما قلت لك بالضبط، زي ما هقول لك I have had a lot of fights like this، انا عدى عليا حروب كتير، مالكش دعوه. شوف الحماسة اللي قالها سبت دي غير اللي عمله خالص، غير اللي هيعمله خالص. قال طب نعمل ايه؟ قال له كام وزمين، تعالى معايا. وراحوا خارجين من الباب الخلفي، بس عشان يخرجوا من الباب الخلفي وراهم شجر والطريق مش ممهد، لازم يلفوا ويمشوا من المكان اللي واقف هنا قدامه مين؟ كل الجنود بتاع مين؟ بتاع دوك مايك الحرس بتاعه. يعني هيخرج من بره بس لازم يعدي من قدامهم مجبر، مفيش مكان من ورا. طبعا خرجنا، سبت ركب الحصان، راسن راح راكب الحصان معاه، جاهز سيفك، جاهز سيفي، يلا يلا. وقال له لحد ما اقول لك انطلق يلا. وبعدين سمع واحد بيقول ايه؟ جو اند جيت ذا بادي، خشوا هاتوا الجثه من جوه. سبت قال له ناو، دلوقتي. راح سبت جاري بالحصان وراح راسن وراه. وبعدين راسن بص كده لقى سبت جري، حتى هم ما شافوش مين اللي عدى. امال ايه بقى، انا كجندي وعدى عليا حروب كتير وهقول لك هعمل، عارف نظام اجري يا مجدي اللي حصلني. خلع سبت. خلع سبت. راسندل لما خرج هم شافوا حد جري، بصوا كده لقوا راسندل وراه. فواحد قرب على راسندل، راسندل كان شورتس مان، كان مبارز بالسيف. يقول اي نوكد وان اوف هيز هورس، رحت ضارب واحد، رحت موقعه من الحصان، وقع وقعه فيها موته يعني. الثاني جه على راسندل، راسندل راح هيت هيم وذ السورد، راح ضربه بالسيف بتاعه برضه. فراح قتل واحد ثاني كمان. راسندل بس لو ما هيتلموا عليه، هيعملوا عليه رينج حلقه كده. طبعا بص كده سبت ايه، خلاص اختفى، خلع خلاص. لقيت جاب فجوه كده، وانا جندي وانا هعمل، وبعد كده سابه وخلع. قول يا فكيك وحاجات كده. توقعتها وانت بتقول عكس اللي هيعمله. المهم بص كده، بص لقى في جاب فجوه، راح راسندل ما وقف، هيموتوه هيتكتروا عليه. راح جاري بينهم راسندل وفضل يجري يجري، هم ما لحقوهوش، كانش اللي كان كله بقى نازل على الحسين وعمل حاجه، فبداوا شوت هيمتلكوا عليه الرصاص. فلما اطلقوا عليه الرصاص زي في الصوره بتاعتنا كده اللي هي نمبر 3، هنتعب معانا المخرج النهارده، نتعبكم يا جماعه، قلنا الصوره الثالثه، بداوا يطلقوا عليه نار. والبنادي بقى اللي هو نظام البنادي بتاعت زمان اللي هي الخرطوش والحاجات. فراسن بيقول انا حسيت ان في بولت كانها كيم نيور من يورمي، كانها عدت من جنبي بالظبط. وبعدين فضلت اجري بالحصان برده شويه، طلقه تاني
وبعدين اي فيلت اجريت بين، حسيت بالم كبير جدا في صباعي زي ما يكون جه في شظيه ولا حاجه. وبعدين فضلت اجري، كانوا ضربوا طلقه ثالثه بس انا كنت خلاص بعت. فين لحقت سبت لقيته عمال بريسلس بينهك كده وبيضحك وبيقول لي ويل دان احسنت. الله ينور عليك يا سبت، برافو عليك. الخطه بتاعته ان هو يطلع زي خطته ان مين يجري الاول صح. قال له از اني وان اوف ذيم نيون هو يو ار، في حد فيهم عارف انت مين؟ قال له وان اوف ذيم، واحد منهم سيد اتس ذا كينج، قال ده الملك. بيفور اي نوك هيم داون، قبل ما اوقعه قال اوكي ذاتس جود ليتس ووري مايكل مور اند مور، خلينا نقلق مايكل اكتر، خلينا هو مش عارف احنا في القصر ولا احنا هنا في الهانتنج لودج، خلينا نقلقه اكتر. فضلنا نجري بالحصينه لحد ما وصلنا على فارم مزرعه كده، قعدنا سبت باندج ماي فينجر، ربط لي صباعي. تمام. عدى علينا فارمر فلاح كده صاحب المزرعه، كان كايند مان، كان راجل طيب جدا. انا رحت مغطي وشي مش عاوز اشوف ان الملك. غطيت وشي كده، فاول ما شافني قلت له اي هاد باد توث، عندي بس سنه تعبانه. حتى كمان طلبوا منه اكل، والراجل كان جينرس. تمام. ما قدروش يقعدوا كتير، ليه؟ ليه مش قادرين يقعدوا كتير؟ خايفين ان حد يكون لسه بيجري وراهم. اتحركوا بسرعه، فضلوا يجروا يجروا لحد ما الحصانه تعبت، ويريحوا ويجروا ويجروا لحد ما وصلوا تقريبا على الساعه 9 9 ونص الصبح. كان الشوارع تقريبا امتي فاضيه. ليه بقى؟ عشان الكورنيشن. Because most people are حكيم بقى من الاحتفالات بتاعت الكورنيشن. The celebration بالظبط كده، احتفالات الكورنيشن. مسعود بتاع الوزير وصبعه. بالظبط كده. هم ايه؟ كانوا لسه نايمين. خرجوا بقى، كانت البوابات مفتوحه ودخلوا من البوابات، ودخلوا بقى من الممر السري اللي هم بقى كانوا داخلين فيه بالقصر خلاص زي اللي خرجوا منه. بس كان في خادم اسمه فرايلر. دوت فرايلر ده كان one of the servant، واحد من الخدم اللي عند سبت. اول ما قابلهم كده راحوا نازلين من على الحصينه، فرايلر لاحظ ان الملك باندج هيز فينجر، رابط صباعه. فقال له سير از ذا كينج ويل، هو الملك كويس؟ فراسندل قال له nothing serious، مفيش حاجه جد يعني، عادي يعني، مش حاجه خطيره، مش حاجه مقلقه. فسبت راح باصص له كده قال له فرايلر the king caught his finger in a door، الملك قفل على صباعه باب. Remember not to say anyone to anyone، not to say anything to anyone، افتكر ما تقولش اي حاجه لاي حد على الموضوع ده. تمام. طب خلص كده على طول؟ لا، سبت راح قايل له حاجه كمان، ما هو الثاني بيبقى قفل على صباعه وماشي. طب هم جايين منين دلوقتي الصبح؟ الملك كان في كورنيشن امبارح. فسبت راح باصص له كده، هو سبت مضطر ان يبرر له؟ لا طبعا، ده خادم عنده. بس قال له ايه؟ All young men like to ride their horses, so why not the king from now and then؟ كل الناس بتحب تركب الحصان الشباب، ليه الملك لما يحب يخرج يتمشى؟ ايه المشكله ما يخرج يتمشى وانا معاه، وزي ما قلت لك ما تجيبش لحد الموضوع ده. تمام. كده التاني بقى خلاص هو عارف هما كانوا بره ليه، وعارف صباعه متعور ليه، فمش مصاب ليه، فهو مش هيتكلم في حاجه تاني، وانبه عليه كمان. مشي فرايلر، فراسن بيبص لسبت كده قال له dont worry، ما تقلقش، فرايلر is a good servant، هو خادم كويس. وقال جملة مهمة جدا، It's best not to trust many people even they are the best، مش مهم من المهم أو من الأفضل إنك ما تثقش في الناس حتى لو هم أقرب الناس ليك. معناها don't trust people too much. طبعا حتى الناس الأجانب بيقول لك a secret between more than two is no secret، السر لو خرج بين اثنين ما بقاش سر. أنا قلت للمستر أحمد على حاجة ما تقولش لحد، هو ليه واحد صاحبه راح قايل له خلاص كده بقى السر كده في انتهى. فراسندل او سابت يقول لك سابت ووز كوشس، سابت كان حريص قوي اون توكينج، وهو بيتكلم مع هيز سيرفنت ايفن هيز سيرفنت، حتى مع الخدم بتاعه. الموقف ده لازم اعرف كلمه كوشس يعني حريص. تمام. كان زمان يقول لك هو سابت قليل الخادم. لا دلوقتي سابت كان حريص حتى في كلامه معاه. ازاي؟ يقول بقى الموقف يحكيه. أول ما دخلوا مين اللي كان قاعد بيحرس الأوضة وسبت قال له خد بالك فريدز. على جثتك فريدز، أنتم مذاكرين أنا قلت؟ فريدز كان قاعد بيحرس الأوضة، فقاعد بقى نايم كده على السرير، فبص لقاهم داخلين من الباب السري، راح قايم ماي كينج يو كام باك أم فيري بليزد أند بود، وانحنى قدام الملك. الملك بتاعي أنا سعيد قوي أنت رجعتي بالسلامة، وانحنى. هو افتكر إن سبت رجع بمين؟ بالملك الحقيقي. بالملك الحقيقي. فسبت ضحك كده وراح قايل له ايه؟ Even Fritz thinks you are the real king.
حتى فريند ما عرفش مين. فاكر ان انت الملك الحقيقي. اي ثينك وي كان دو ذس. احنا ما تقلقش احنا هننجح. كومبليت ذا جيم. ففريدزي بقى فاق. ايه ده؟ Is that you, Rassendyll? هو أنت يا Rassendyll? What has happened to your finger? إيه اللي حصل لأصبعك؟ قال له It's nothing serious. What's more important is what we are going to tell you. لا لا مش مهم. المهم أنا هقول لك إيه اللي حصل بس. ففريدزي إيه؟ فاق تاني. Where is the king? هو الملك فين؟ وعلى صوته كده. فسبت قال له Fritz, be quiet. People will hear us. الناس هتسمعنا. ساعتها الباب خبط. فRassendyll سبت راح قال لRassendyll Go to your bed quickly. روح سريرك بسرعة. Take off your hat and your shoes. اقلع الجزمة والطاقية دي بسرعة واعمل نفسك نايم وكفر يورسيلف وغطي نفسك. مفيش منت لقى داخل يونج مان كده شاب صغير انحنى قدام الملك وقال له برنسيس فلافيا is sending me بعتاني to ask you about your feeling about the coronation. بتقول لك شعورك ايه بعد ايه بعد التتويج حفلة التتويج. Rassendyll ضحك كده وقال له I have never had such a bitter day in my life. عمري ما شفت يوم جميل كده في حياتي. أم سبت كده عجبته الجملة قوي. وراح مضيف جملة من عنده بقى قال له إيه؟ Until her that he has had a long sleep. قول لها كمان إن هو نام كتير جدا وشبع نوم. وضحكوا. خرج فريدز بقى. Where is the king? إيه the king did? هو الملك مات. فرازن رد عليه قال له No, but we are believing that Duke Michael is holding him as a prisoner. لا لا ما تشغل حاجة بس احنا حاسين ان Duke Michael خطفه يعني. What are we going to do? هنعمل ايه؟ سبت قال له We are not going to do anything serious. مش هنعمل حاجة خطر. Let's have a rest. خلينا بس ننام دلوقتي. دخلوا يريحوا. تاني يوم Rassendyll سبت قاعد معاه 3 اور 3 ساعات. هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ هتقابل ناس مهمة، هتقابل سفر، هتقابل. Rassendyll بيقول It's very hard to work as a king. صعب جدا انك تشتغل كملك. If you are a king it's hard. لو انت ملك هي اصلا صعبه. صح. انك كمان pretend to be a king يبقى صعب. اه حتى one of the ambassadors واحد من السفراء and he was French ambassador سفير فرنسي asked me a question which I couldn't answer. سألني سؤال انا ما عرفتش اجاوبه. السؤال ده ما جابوش في القصه. ممكن مثلا عملت ايه مع الدوله الفلانيه؟ كان رايك ايه؟ Rassendyll ما عندوش معلومات. ساعتها بص كده أم سبت ضحك وقال له Don't worry, even the real king wouldn't have answered such a question. أنا مش عايزك تقلق. الملك الحقيقي ما عرفش يجاوب سؤال زي ده. وده يوضح لنا قد إيه الملك كان only interesting or interested about food and hunting and traveling abroad. طبعا ساعتها أول ما قال له كده حتى الملك كده رجعت قعدت مع سبت وفريدز تاني. فريدز بقى ها Are we going to do anything to help the king? هنقولين نعمل حاجة نساعد بقى الملك ولا لأ؟ سبت قال له We are not going to do anything. We will wait and see. هنستنى ونشوف دوك مايكل اللي يعمل ايه؟ قال له يعمل ايه؟ He will kill the king. هيقتل الملك. أم سبت بقى رد عليه قال له No, he can't. Rassendyll will be a king. Rassendyll هيبقى مالك لو هو قتله. So he cannot kill him. ما يقدرش يقتله. أم Rassendyll قال له And we cannot accuse him. واحنا كمان ما يقدرش نتهمه. ونقول له where is the king because there will be a fight. هيبقى في كده حرب بيني وبينه. War. فرح سبت قال له فريدز بقى قال لهم كويس جدا. يعني احنا لا نقدر نتهمه ولا هو يقدر يتهمنا. It's a stalemate. حرب باردة يعني حاجة زي كده بقى في ورطة كبيرة. حرب باردة بينهم بقى. It's a stalemate. احنا كده في ورطة بقى. هنعمل ايه بقى؟ But wait, استنوا. فريدز افتكر حاجة مهمة قوي. Wait, استنوا. There only half of the six men with Duke Michael here. ده في نص الست رجالة بتوع Duke Michael معاه هنا. الست رجالة دول؟ الست رجالة دول مايكل اللي مشيش إلا بيهم. حرس خاص. في أي حتة حتى في بيتهم هم قاعدين معاه. ما فيش إلا ثلاثة بس. فسبت قال له Only three. That means the other three are guarding the king. ده معناه ان الثلاثه التانيين بيحرسوا الملك. ده سبت بقى قال كده. ففريدز راح قايل له سو ذا كينج از ستيل لايف از يو سيد. يبقى الملك لسه عايش. ف سبت راح قايل له هو ار ذا ثري. مين الثلاثه؟ ذا روتينيان اور ذا فورينر. اصل الاجانب دول هو معاه ست رجاله. ثلاثه منهم روتينيان وثلاثه منهم فورينرز.
تمام. شوف بقى لما ديوك مايكل يبقى معاه ست رجاله سبيشال سولجرز قوات خاصه، والاثنين اللي وقعوا اثناء العراك وهم بيهربوا. مهم جدا هنقوله دلوقتي. ثلاثه من رجال الدوك مايكل روروتينيان، من روروتينيان وثلاثه دوك مايكل مش شايف حد في قوتهم فورينر، فجايب ناس من بره اقوياء جدا. تمام تمام. فسبتي بيساله هم مين اللي موجودين؟ قال له ذا فورينرز، الاجانب. يبقى واحد كده الملك الاجانب اللي موجودين، يبقى الروروتينيان هم اللي بيحرسوا الملك. الاجانب مين؟ واحد اسمه ديجوتي، اسمه كترت قوي. اه ديجوتي وساعات بنطقها دي جاوتت حسب النطق، في فرنسا دي جوتي، انجلترا دي جاوتت، زي مثلا جوزيف او جوهان ويوهان، في المانيا يبقى يوهان وهنا بيتكلموا الماني فالمفروض تبقى يوهان. دي جوتي بيرسونن ديتشارد، ديتشر ده مش مفيش مشكله فيه سهل. التلاته الاجانب دي جوتي وده فرنش فرنساوي هنلاقيه طويل شعره طويل رفيع شويه بس قوي. خد بالك جايب ثلاثه من بره غير اللي معاه، يعني جايب ناس ايه قوات خاصه قوه عاليه جدا على اقوى ناس. البيرسونال ده من بلجيان، من بلجيكا، وده لارج مان. بص بقى حتى مش بيج مان لارج، يعني عارف انت المصارعين العمالقه اللي هو كده لما حاجه كده ما تخشش بالباب زي بيك شو كده لو الناس متابعه المصارعه. ديتشارد ده هذا سين فيس، وش نحيف كده، شورت هير، شعر قصير، سترونج شولدر، كتاف قويه جدا، واضح ان هو من الناس لعيب اللي هو زي كمال اجسام كده. اند ات سيم ذات هي از ا جود فايتر، واضح ان هو مقاتل من الطراز الاول. راسند لما يشوف هيقول كده مقاتل من الطراز، وفعلا راسند يعني ده كان هيخلص على راسند بسهوله، لان الملك المصاب ده اللي في الاخر هو اللي الحق يعني ده. وفي واحد تاني في الروتينيان اسمه روبرت، ده كارثه رهيبه، قوي one. جدا. اه ذا فيرست وان فرنش، السكند وان بلجيان، ثانيه بلجيان، ثيرد وان قال له فروم يور كانتري، من بلدك، يعني انجلش مان. انجلش مان يبقى ديتشارد انجلش مان. بيرسونال بلجيان اللي هو الضخم ده، دي جاوتت او دي جوتي ده فرنش فرنساوي. راسندل قال لهم اكسكيوز مي، انتوا عمالين تقولوا اجانب وروتينيان، هو ار ذا سكس مان، مين الست رجاله دول؟ فسبت قال له اي ام فريد ذات انفورشنتلي يو ويل هاف تو ميت ذيم، يؤسفني ان اقول لك ان لسوء حظك هتقابلهم. عارف انت يعني ايه حرس ماشي مع الرئيس؟ يعني بيست اوف ذا بيست، اقوى ناس. يعني لو واحد فيهم بس شاف راسندل هيخلص عليه، وفعلا هو قدر على كده. تمام. اقوياء جدا. ف قال له لسوء حظك هتقابلهم. فسبت قال له زي ار سبيشال سولجرز، دول قوات خاصه. زي ار ويز مايكل اول ذا تايمز، ايفن ات هيز هاوس، مع مايكل على طول حتى في بيته. اند زي ويل دو وات ايفر مايكل اسكس ذيم تو دو، وهيعملوا اللي يطلبوا منهم. فرازم قال له وود زي تراي تو كيل مي، هيحاولوا يقتلوني؟ قال له اوف كورس، طبعا. حتى بعد كده هتلاقي سبت ماشي حرس ورا راسندل ده في الشابتر الجاي. راسندل يقول له انت ماشي ورايا حرس ليه؟ يقول له if one of them saw you، لو واحد فيهم شافك he will catch you، خلص عليك. كانه بيكلم عيل صغير ومتضايق، ايه يا راسندل ايه يا سبت في ايه انت بتقول كده ليه؟ فراسندل ساعتها قلق وقال له في حد منهم، سؤالك يا مستر احمد، اللي كان في الهانتنج لودج؟ سبت قال له يا ريت، حتى يبقوا اثنين منهم ماتوا، بس انا وجهه نظري لو دول موجودين ما كانوش هم هيربوا، كانش حصل ده، كانوش هيربوا، كانوا ماتوا. لان يعني دول كيلرز، قتله فظاع جدا، حتى راسن لما يموت حد فيهم هيبقى بعنصر المفاجاه، والاثنين اللي هيواجهوه ده وهيكان هيخلص على راسن لولا الملك ليه بدور، والتاني واحد منهم كان هيخلص على راسن لولا فريدز اللي ليه حقوق بعد كده هرب وما ماتش. يعني الناس اقوياء جدا فعلا. المهم راسندل لما سمع كده he decided to act like most kings do، قرر ان يتصرف زي معظم الملوك ما بتتصرف. ازاي معظم الملوك بتتصرف؟ they had their own secrets، ليهم اسرارهم الخاصه اللي ما بيقولهاش لحد حتى القريبين منهم. قال first I would like to be popular، انا لازم ازود شعبيتي قوي ابقى محبوب للكل. اه
say nothing bad about Michael. ما اقولش حاجه وحشه في حق مايكل. مش عايز الناس بتوعي يكرهوني. هقول عليه كلمه هيكرهوني اكتر، مش عايز كده. تمام. طب ازاي ابقى popular؟ ازاي ابين للناس دي ان انا generous كريم وان انا بحبهم وان انا بثق فيهم؟ اوكي. tomorrow تاني يوم I took my horse خدت الحصان بتاعي and asked Fritz to come. قلت فريز تعالى معايا. هقف هنا فاصل صغير وارجع تاني. تمام. ابقوا معانا. فاصل صغير ما تروحوش في اي حته، احنا مستنيينكم. ورجعنا لكم تاني. وازاي الملك اللي مش ملك يبقى كريم؟ وتفضلي مستر خالد. تمام. ازاي الملك اللي مش ملك يبقى كريم؟ تمام. رازندل هنا حب يبقى عنده حاجتين، يبقى popular محبوب لشعبه. حتى بيجي سؤال يقول لك how did Rassendel did a great favor for the king؟ ازاي Rassendel عمل معروف كبير للملك، جميل كبير؟ طبعا معظم الشعب كان بيكره الملك، هو بقى يخلي معظم الشعب يحبه. يحبه ازاي؟ قرر انه يمشي في الاولد تاون، في الجزء القديم تاني، الجزء الاول، بس خد معاه المره دي فريتز. وهو ماشي راكب الحصان وجنبه فريتز. الصوره ديت صوره نمبر 4 4. المخرج بقى يجيب لنا الصوره الرابعه. ماشي ومعاه فريتز، وهو ماشي كده بدأ الناس لاين تصطف، بدأت بقى تشاور ومبسوطه، ايه ده الملك عندنا تاني يعني. ده ما كانتش مره كده وخلاص. طب ده شيء كويس. وبعدين شويه شاف a girl selling flowers بتبيع ورد. في الملك هو على الحصان كده، وراح عامل منها شوبينج بقى، راح شاري منها ورد وراح مديها جولد كوينز، عمله ذهبيه، جنيه ذهب. يعني تخيل انت مثلا ماشي بعربيتك وديت لواحد خدت منه ورد ورحت مديله جنيه ذهب، حاجه كده عدل 5000. يا نهار ابيض، ايه الكرم ده؟ ده انت حاجه يعني. طبعا كل الناس بدات تهتف. اند ذات ميد ذا اتراكشن، عمل لفت انتباه، خلى الناس تصطف، تبقى مبسوطه وفرحانه. فريدز بقى مبسوط قوي، قال له فكره حلوه انت تعمل كده. وفضلوا ماشيين، قال له لسه اصبر، وراح رايح على القصر بتاع برنسيس فليفيا. بس راسندل وهو ماشي كان واخد باله بقى ان هو ايه، I will not talk too much with Princess Flavia، مش هتكلم معاها كتير. تمام. Because she is observant، قوية الملاحظة. ايوه. And she could recognize at any time that I am not the king، انا خايف في اي وقت تلاحظ ان انا مش الملك، فاتكلم معاها على قد كده. اول ما وصلت القصر بتاعها بيوصفوا لنا راسندل ان هو the best place in روتينيا، من اجمل اماكن اللي شافها في روتينيا. قصر شيك، في ميرورز مرايات كتيره، بينتينجز لوحات شيك جدا، بيوتيفول فورنيتشر، اساس رائع. شويه لقى برنسيس فليفيا جايه ومعاها السيرفنت بتاعها بعيد كده، واقفين ايه موطين دماغهم كده، وقعد يتكلم مع برنسيس فليفيا. اول ما شافته قالت له يو هاف تشينجد سينس يو بيكام كينج. مش بقول لك انت اتغيرت من ساعه ما بقيت ملك، هنا مش قصدها على تعبيرات الوش، هي قصدها انت بقيت تيجي تزورني كمان فضحك كده. وهي بتقول له You have changed since you became king, sir. فقال لها You don't need to tell me, sir. مش لازم تقولي لي سير أو قول لي سير. ايوه، You are my cousin. انت بنت عمي، احنا ولاد عم. فساعتها قالت له I am proud to do so, رودولف. يسعدني اني اقول لك رودولف بس. فبتقول له But you have changed. بس انا برضه حاسس ان انت اتغيرت. فهو عاوز يغير الكلام. فراح قال لها What about Duke Michael? I heard that he has come back to the city again. هو دوك مايكل عامل ايه؟ انا سمعت ان هو رجع المدينه تاني. فبصيت له كده قال لها The nearer to me is the better. كل ما بقى قريب ليا يبقى احسن. فقالت له هي مش فاهمه يعني ايه كل ما، برضه برنسيس فليفيا عارفه ان دوك مايكل طبعا في الحكم. وانت عمال تشكر في اخوك، حتى سبته فريدز قالوا ما حدش سامه الا اخوه، يعني الناس كلها ملاحظه ان هو وحش وانت اللي مش ملاحظ. فهي راحت بتبص له كده سترينجلي بغرابه كده. ايه كل ما يقرب لي يبقى احسن. Do you want to say، انت عاوز تقول that when he became near to you you know what he's thinking of or what he is going to do؟ يعني عاوز لما يقرب منك تعرف هو بيفكر ازاي او ناوي يعمل ايه؟ قال لها he is my half brother، هو اخويا برضه. We need each other and we must help each other، احنا اخوات ولازم نساعد بعض برضه. فهي مستغربه شويه، سمعت شيرينجز هتافات كده، فجريت كده على الشباك بصت لقيت دوك مايكل جاي ومعاه السرينين، التلات رجاله بتوعه. شكلهم دول زي ما يكونوا كريمنالز، مجرمين، شكلهم صعب جدا. تمام. ما رضيتش اجيب الصور عشان ما نزعجش الطلبه. تمام. طبعا اول ما بصوا كده راحت راجعه مخضوضه. You are asking about him؟ Yeah,
هي هاز كم تسال عليها او جاي لك أو جاي. وقفنا احنا الاثنين ان سايلنس في صمت. روسندل ما كانش متوقع ان هو بعت حد يراقبه، ما كانش متوقع ان هو شافه عند برنسيس فلافيا راح طلب عليه، ما كانش متوقع ان هو هيقابله. ايه اللي جابه ده؟ قعدت اتكلم مع برنسيس فلافيا وتوه في الكلام ومتوقع ان دوك مايكل هيفتح الباب ويخش في اي وقت. الوقت عدى وما دخلش دوك مايكل، وفجاه لقيت برنسيس فلافيا جامبد اوف راحت قايمه كده مفزوعه. Do you think it's a good idea to make Duke Michael angry? انت شايف انها فكره كويسه انك تخليه متضايق؟ فلا، how am I making him angry؟ طب وانا ضايقه ازاي؟ سبته الوقت ده كله قاعد بره في انتظاره، هو مش فاهم بقى، هو متخيل ما يخش. فراحت هي قايله له ايه؟ You are leaving him outside for a long time. انت سبته مرتوع بره، ما ايه ده ازاي؟ قال لها why didn't he come in؟ طب هو ما جاش، ما دخلش ليه؟ قالت له how funny you are، انت بتهزر بقى. You know that no one is allowed to enter بروتوكول without a permission from the king. انت عارف ان في بروتوكول وقواعد بتقول ما حدش يقدر يخش اوضه الملك الا باذن منه. دي قواعد زي الجيش كده. يعني في سؤال يقول لك تفتكر ليه دوك مايكل ما يقدرش يخش على الملك؟ because the king is royal، الملك ملكي، and he is higher than him، هو اعلى منه، زي ضابط ولواء لازم يستاذن. تمام. فطبعا اول ما قالت له how funny you are، you know that no one is allowed to enter without your permission، قال لها oh I always forget rules، انا دايما بنسى القواعد. راسندل realized that he had made a serious mistake. راسندل ادرك ان هو عمل خطا، المفروض يبقى عارفه. وده كان first mistake، اول خطا يعمله قدام فلافيا. هيبقى في خطا تاني في الشابترز اللي جاي بعد كده هنعرفه بعدين ان شاء الله في حلقات قادمه. فطبعا اول ما سمع ان 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 هو غلط كده او حاسس ان هو غلط، لا او اي اولويز فورجيت رولز بات اي ويل كوركت ات ماي سيلف، انا هصحح الخطا ده بنفسي. ما قالش لحد بقى من الخدم روح حد دوك مايكل، هو خرج بنفسه، راح خارج بقى بنفسه. اول ما خرج كده طبعا دوك مايكل قاعد بره ايه بويلنج بيغلي، انت لطيعني بره وانت اصلا مش الملك، لطيعني بره وانت اصلا مش اخويا، لطيعني بره وقاعد مع واحده انا اصلا نفسي اتجوزها عشان ابقى ملك رسمي. فدوك مايكل اول ما خرج لقى قاعد بقى على الترابيزه. عارف بقى اول ما رسل اللي راح ريح له كده، I am so sorry my brother، انا اسف، I didn't know that you were outside، انا ما اعرفش انت بره، otherwise I will order them to let you in، والا كنت هامرهم يخشوا لك على طول، دخلوك على طول. ورحت مسلم عليه he coldly، هو بقى بمنتهى البرود راح مسلم عليه كده، راح رسل بالمسك ايده وراح ماشي معاه. بتأسف لك تاني، وصل عند برنسيس فلافيا. برنسيس فلافيا بصت كده الرئيس وقالت له You have hurt your hand، انت صباعك مصاب من ايه؟ حتى راسل في الاجتماعات لما كان حاضر كان بيقول له ما تمضي ورقة يتحجج I'm sorry my finger still hurts، صباعي لسه بيقلمني مش هينفع. بالك؟ فهي بقى من كان الكلام نسيت تسأله You have hurt your hand your finger your hand، انت أصبت ايدك من ايه؟ قال لها An animal bit me، في حيوان عضني. وراح باصص لدوك مايكل كأنه بيشتمه. ايوه. ما رجالته يعني هو. فقالت له Did you kill the animal؟ قتلت الحيوان ده؟ لسه. هنقف عند دي ونخليها الحلقه الثانيه عشان جميله جدا. احنا فاضل لنا دقيقه واحده ونخلص الشابتر. فقال له Did you kill the animal؟ قتلت الحيوان ده؟ قال لها If it is poisoned، لو عديته سامه we will kill him. فدوك مايكل قال له And if it is، ولو كانت سامة، قال له لو حاولتني اسمي يعضني تاني هقتله on the head، هضربه على دماغه. فراح بس له كده دوك مايكل قال له But he will try، بس هو هيحاول. راسندل بقى ساعتها ده آخر مشهد بقى، كان خايف إن دوك مايكل يغلط أو يقول كلمة قدام، فراح قال لدوك مايكل إيه But I enjoyed the coronation، أنا استمتعت بالكورنيشن بتاعك، أنا استمتعت جدا بزمايلك وبالستاف بتاعك في هانتنج مانشن. دوك مايكل اتجنن أكتر، يعني كنت بعمل كورنيشن لنفسي ولا ليك؟ دوك مايكل راح باصص كده وراح ماشي حاطط على الاكره بتاع الباب عاوز يفتح، راح راجع قال له بليز اي وونت يو تو ميت ماي فريندز، عايزك تقابل اصحابي. ارجوك استنى وخليها للحلقه الجايه، ده اخر مشهد خلاص هيقفل على هيقفل على حضرتك. لازم اكمل ال 30 ثانيه دول بعد اذن المخرج. يعني دوك مايكل ساعتها قال له عاوزك تقابل اصحابي، خرج راسندل قابل الثلاثه، اتكلم بشكل فورين اكسنت، بلهجه اجنبيه مكسره كانه بيتكلم انجليزي مكسر قدام مين؟ ديتشر الانجليزي. فديتشر ضحك كده، راسندل عرف ان لما ديتشر ضحك
يبقى كل دوك مايكل وكل رجالته عارفين ان هو مش الحقيقي مش الملك. دي نهايه الشابتر بتاعنا، واسفين للمخرج اذا عطلنا، اسفين جدا، لكن كانت لازم تتقال اخر حته. شابتر جميل، ومرسي لحضرتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.